صاحبة التمثيل الراقي، أحسن ممثلة تلفزيون، نيلي كريم تحت السيطرة. ما زالت مسيطرة على عرش الجوائز، ما زالت مسيطرة على لقب أحسن ممثلة في الدراما التلفزيونية، وأيضا أخذت في السينما عن الفيل الأزرق. ولكن الكم الأكبر للدراما التلفزيونية على مدار 3 أعوام، ويعني في كل المهرجانات وكل الاستفتاءات واستفتاء الجمهور السنة دي، ودير جست من المهرجانات أو حفلات توزيع الجوائز اللي الفوت فيها في ثقة كبيرة جدا بينها وبين الجمهور وبينها وبين الفنان نيلي كريم. بقولك ألف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. عايزاكي كده تحت السيطرة على طول، كده مسيطرة على طول. هو مش سهل يعني، بس واحد بيحاول. لا يعني كنت الاول فاكره ان هو، لقيتك ان انت دماغك لا مركزه في ان الجايزه ما تروحش منك يعني. والله ابدا، هو بس الحمد لله ربنا وفقنا وعملنا عمل مهم، ويعني التوفيق كان من الموضوع، اختيار الموضوع من بدايه استاذ جمال العدل ومريم نعوم، وطبعا المخرج الجميل الموهوب جدا جدا تامر محسن، وكل كرو العمل اللي اشتغل في المسلسل. بعد كل الجوائز دي تقدري تقولي سنة 2015 سنة سعيدة عليكي ولا ما كانتش سعيدة؟ لا أكيد سعيدة، أكيد سعيدة، لأن فيها نجاحات، فيها جوائز. يعني من أحلى الحاجات اللي حصلت لي أخدت جائزة مدام فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. حاجات كتير حلوة حصلت يعني أكيد. طب ممكن تقولي برضو إيه الحاجات اللي ما كانتش حلوة السنة دي، وعايزة طبعا بعيدا عن الحياة الشخصية والطلاقات والحاجات دي، ولكن على المستوى العملي هل كان مثلا في دور راح منك كان نفسك تعمليه مع زحمة العمل والدراما ما قدرتيش ان انت توفقي فيه؟ يعني ايه السلبيات اللي حصلت في 2015 جنب كل الإيجابيات؟ بصي، اكيد كان في حاجات اتعرضت عليا وممكن اكون يعني زعلانة ان انا ما عرفتش اشتغل، بس برضو قدرة الواحد بتبقى صعبة قوي انك انت تعملي كل حاجة، وفي الاخر بتختاري المتاح ليكي بالنسبة للوقت، بالنسبة لحياتك. ويمكن انا كمان من الناس، انا اشتغلت كتير 3 سنين ورا بعض، فكنت يعني حريصة ان انا اخلص الحاجات اللي انا دخلتها. يعني فيلم يوم للستات كان مفتوح بقالي 2 سنين تقريبا كنت بصور فيه، فكنت محتاجة ان انا اخلص. كلنا كنا الحمد لله خلص، الحمد لله. وفي فيلم اشتباك دخلت فيه مع محمد دياب، يعني عملت فيلمين سينما. يمكن الحاجات اللي انا زعلان عليها ان انا ما بعملش سينما كتير، او الوقت ما سمحليش ان انا اشتغل سينما اكتر. بس الحمد لله يعني الواحد في الاخر ما بياخدش كل حاجه، يعني شويه كده وشويه كده. اكيد اكيد يعني، بس برغم كل النجاح وكل الحب ومضيتي عمل جديد، الا ان الناس شايفه نيلي كريم حزينه، ايه السبب؟ لا خالص، لا مش حزينه، يمكن انا بس محتاجه راحه مما بلحقش. يعني فعلا خلصت تحت السيطره المسلسل، يا دوبك رمضان عدى دخلت في يوم للستات، يا دوبك ابتديت اخد نفسي في يوم للستات دخلت فيلم اشتباك، ولسه لحد دلوقتي عندي تصوير فيه فما خلصتوش، فحاسه ان لسه في عليا مسؤوليات، فمش عارفه اخد الراحه اللي انا نفسي اخدها، اللي هو ما فكرش في اي حاجه. وبعدين يا دوبك يعني ما فيش وقت للاجازه، وهتجهزي مسلسل جديد، هدخل مسلسل رمضان، فبرضه ده غير التصوير. انت قبل التصوير بتحتاجي انك تقعدي تركزي هتعملي ايه، و يعني الدور هيبقى عامل ازاي، فبرضو عارفه ما بتلحقيش. بس ف وانا بطبيعتي يعني انا حد يعني مش باخد الامور عارفه كده بسرعه يعني، محتاجه وقت عشان اطلع من مرحله لمرحله، فيمكن هو ده بس شويه يعني انشغال. نقدر نقول ان النجاح الكبير اللي حققته نيلي كريم في الفتره اللي فاتت غير فيها حاجات
على المستوى الشخصي انها الحاجات اللي هي معتاده عليها ما بقتش تتعمل، حياتها الاسريه ما بقتش قادره يعني توفق بينها وبين شغلها، رياضه معينه ما بقتش تقدر تعملها، حب الاكسسوار كانت دايما تحبي تعملي اكسسواراتك ولبسك بنفسك بطلتي تعمليه، فالنجاح القوي ده خلاكي يعني فقدتي حاجات بتحبيها؟ هو لا يعني انا الحاجات اللي بحبها هي الحاجات اللي بحبها يعني ما اختلفتش، بس يمكن هي دي الوقت شويه انك انت مشغول وبتطلع بتدخل من عمل بتدخل في عمل تاني، والنجاح على قد ما هو بيبقى حلو بس وحش في حاجات انك انت بتقعدي تفكري كتير، طب عملتي الخطوه دي ونجحتي فيها، طب ايه بعد الخطوه دي، وكل ما الانسان بينجح بيبقى عايز يكون على نفس المستوى او اعلى، فهو ده التفكير اللي دايما بيشغله. يعني ايه اللي شغلك في 2016 ومستنيه منها؟ اللي شغلني في 2016 اكيد مسلسلي الجديد اللي هيتذاع في رمضان ان شاء الله. المسلسل ولا الجايزه ومكانك المحبوب السنه الجايه؟ لا خالص، لا والله يعني عمري ما بفكر كده، يعني انا بالنسبه لي اهم حاجه ان انا اعمل عمل كويس ابقى راضي عنه والجمهور يبقى راضي عنه، والجوائز دي بتيجي مع الحاجات حب الجمهور، يعني اعتقد هو ده اساس لاي جايزه، يعني وانك انت تعمل عمل كويس وتكون صادق في شغلك، دي الخطوه الاولانيه. دينا فكره سريعه عن المسلسل بقى، مين معاكي؟ مخرج ممثل؟ انتاج استاذ جمال العدل، كتابه مريم نعوم، واخراج شوقي المجري، وانا شوقي اشتغلت معاه مسلسل هدوء نسبي كان سنة 2009 معتقد، من المسلسلات اللي بحبها طبعاً قوي كان من اجمل، وهو مخرج عبقري يعني، وشوقي مخرج مهم جدا، يعني ليه وجهة نظر خاصة طبعاً في الحاجات اللي بيقدمها، يعني ما بيحبش الحاجات التقليدية، دايما بيدور على حاجة مختلفة، فيا رب يكون يعني نتوفق السنة دي في اختيار العمل وكروكا كل، ان انا بعتبر النجاح عمره ما بيبقى لشخص واحد لكن بيبقى هي المنظومه كلها يعني. اكيد ان شاء الله، بتمنى لك كل الحب وكل النجاح، بتمنى لك ابتسامتك وشقاوتك ترجع تاني، ريحي سافري اقضي ليله راس السنه في الجونه في شرم في اي حته، استجمي وابتدينا مشرقه كالعاده، لان هي دي نيلي كريم اللي تعودنا عليها، الابتسامه والرشاقه وحب الحياه، عايزه اشوفها تاني في نيلي كريم. لازم ان شاء الله عيدي بقى على المشاهدين عشان احنا هنبتدي معاهم سنه جديده. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب 2016 تكون احلى كتير من 2015، وبرضه بنودع 2015 وبنقول لها شكرا يعني على اكيد على شكرا على الحاجات اللي خدتي جوائز كتير يعني. الحمد لله الحمد، وشكرا على الحاجات الوحشه في النهايه برضه هي حلوه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهي خير لكم اكيد يعني. فيا رب خير علينا جميعا، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه والف مبروك، وفي انتظار ان شاء الله السنه الجايه تقعدي نفس المكان، واهنيكي بجائزه احسن ممثله سينما وتلفزيون، لان انا عارفه يوم للستات هياخد جوائز كتير ان شاء الله. ان شاء الله الف مبروك. مسيحة. مسيحة. مسيحة.